بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحقيقة أنا بشرف بوجودي في محافظة اسكندرية برفقة زميلي الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد اللواء محمد شريف وزير محافظ اسكندرية. الحقيقة النهاردة الحقيقة كنا بنتفقد عدد من المشروعات المهمة جدا داخل محافظة الاسكندرية. يمكن احنا بدأناها بتفقد منطقة محمد نجيب واللي بتجري فيها أعمال المشروعات فصل مياه الأمطار وشبكة مياه الأمطار عن الصرف الصحي. والحقيقة يمكن حضراتكم تتذكروا دايما اسكندرية الحقيقة مع التغيرات المناخية اللي ابتدت تحصل وتواجه مصر وكل العالم الفترة الأخيرة، بدأت طبعا حجم الأمطار وكثافة الأمطار بقت ضخمة جدا. واسكندرية الحقيقة تاريخيا كان لديها شبكة مياه صرف أمطار منفصلة عن الصرف الصحي، ولكن في مرحلة ما يعني تم إلغائها ودمجها مع الصرف الصحي. بقى حجم النهاردة الأمطار اللي بينزل في يوم واحد أحيانا في وقت النواة بيفوق سعة شبكة الصرف الصحي، فعشان كده بقى اللي بيحصل إن المية طبيعي جدا، مياه الأمطار بدأت بتظهر في الشوارع وبتبقى فيه مشكلة، ويبدأ أهالينا في اسكندرية كانوا بيشتكوا من هذا الموضوع. الحقيقة من السنة اللي فاتت احنا بدأنا تنفيذ منظومة متكاملة بننفذها النهاردة علشان نفصل الحقيقة شبكة الصرف الأمطار عن الصرف الصحي، عشان يبقى كده نقدر على طول بمجرد نزول الأمطار بنقدر نصرفها بصورة سريعة، والأهم ان احنا نبدأ توجيه هذه المياه، مياه الأمطار، إلى مناطق معينة لمجموعة من البحيرات والمصارف والترع اللي بعد كده هي داخلة معانا في مشروع الدلتا الجديدة. يعني بنستفيد من هذه المياه إن احنا بنوجهها إلى أماكن الترع والقنوات اللي بعد كده بتوجه إلى مشروع الدلتا الجديدة، وده مشروع عملاق طبعا كلنا بنتابعه كمشروع قومي للدولة المصرية. لكن اللي أنا عايز أقوله النهاردة إن الحمد لله الجزء اللي احنا نفذناه السنة اللي فاتت وهم كانوا 3 مناطق تحديدا وبيمثلوا حوالي 12% من كمية المناطق أو يعني كمية المياه الأمطار اللي كانت بتنزل على المناطق اللي دايما بيبقى فيها مشاكل. الحمد لله لما يعني اتنفذت بالكامل المواطن شعر تماما ان مفيش اي مشكلة، وابتدت فعلا الحمد لله المواطن السكندري يحس بالرضاء التام على ما تم تنفيذه. السنة دي ان شاء الله اللي بيتنفذ منطقتين في غاية الاهمية، منطقة سموحة ومنطقة محمد نجيب، من خلال مجموعة من الشبكات برضو اللي بتتنفذ وبتنفذها الهيئة الهندسية طبعا لصالح محافظة الإسكندرية. والحقيقة كان المفترض ان المشروع ياخد 8 شهور من بداية شهر مايو الماضي، وبالتالي كنا لو التزمنا بالثمان شهور كنا هندخل على موسم الأمطار. فالحقيقة مشكورين النهاردة الزملاء في الهيئة الهندسية تعهدوا ان بإذن الله هينتهي المشروع قبل بدء موسم الأمطار، يعني بنتكلم في آخر أكتوبر أو بداية نوفمبر على الأكثر. فده طبعا هيفرق بصورة كبيرة جدا، لأن كده هنكون غطينا حوالي 42% من المناطق اللي كانت دايما بتتأثر بفصل الأمطار، بحيث يبقى المرحلة اللي جاية بعد كده إن شاء الله هندخلها ونخلص كل المناطق بإذن الله اللي كانت دايما بتبقى بنسميها نقط سخنة في اسكندرية، ودايما كان بيبقى فيها مشكلة بسبب مياه الأمطار في وقت النوات ولما بيبقى فيه حجم أمطار كبير جدا. تفقدنا معا أيضا الحقيقة مشروع نفق 45، وده كان الحقيقة مشروع مهم جدا لحل مشاكل مرورية يعني كانت دايما اسكندرية بتعاني منها، والحمد لله الحقيقة المشروع معمول على أفضل مستوى حضاري ممكن، ومعمول فيه زي ما حضراتكم شفتوا بعض العناصر الجمالية وممشى للمشاة بالكامل على الكورنيش، وبنفس نمط الحقيقة كوبري ستانلي والأبراج بتاعة قصر المنتزه اللي دايما بتميز اسكندرية. والحقيقة الحمد لله اطمنا ان المشروع يعني انتهى وهيبقى ان شاء الله جاهز وبعنا للافتتاح، وبالفعل المواطنين الحمد لله دلوقتي بقوا الحقيقة بيستفيدوا منه وبالذات في المنطقة بتاعة كوبري المشاة. الحقيقة تفقدت ايضا اعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به، ودي الحقيقة كانت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا ما نكتفيش فقط بتنفيذ المتحف، ولكن لازم الكلام ده يصحبه تطوير المنطقة المحيطة بالكامل. وان شاء الله يمكن المنطقة بالكامل اللي هي شارع فؤاد وكل المنطقة المحيطة هنبقى في خلال اقل من 3 شهور اتمينا بالكامل عملية التطوير، ويمكن المتحف نفسه ايضا يعني ان شاء الله على نهاية شهر يونيو هيكون برضو كل اعمال التطوير انتهت فيه.
الحقيقة كان التفقد اللي يلي ذلك طبعا هو التفقد المهم جدا لتطوير الشامل اللي بيتعمل النهاردة في ميناء الدخيلة وميناء اسكندرية. واحنا طبعا مع حجم المواني الضخم جدا من الدولة المصرية النهاردة بتنفذه وانشاء العديد من ومد واطالة طبعا الارصفة اللي موجودة في كل مواني مصر وانشاء مواني جديدة وشبكة مواني جديدة عشان مصر حقيقة تبقى مركز لوجيستي في البحر المتوسط وفي منطقة الشرق الاوسط، ولكن يظل دائما ميناء اسكندرية هو الاكبر. ميناء اسكندرية النهاردة بتتجاوز في حجم تجارة مصر خروج سواء الصادرات او الواردات اكتر من 60% من التجارة الموجودة في مصر. وبالتالي يمكن كان عشان كده الحقيقة النهاردة الرؤية المتكاملة لهذا الميناء او مجموعة المواني وهو ميناء الدخيلة وميناء اسكندرية، وان شاء الله هيبقى ما بينهم رابط ميناء الماكس، فبحيث يبقى عندنا ثلاث مواني مع بعض منظومة متكاملة، هيبقوا دول فعلا يعني بحق يعني من اكبر اذا ما كانش اكبر ميناء على مستوى حوض البحر المتوسط هيبقى ان شاء الله مع اكتمال هذا المشروع. الحقيقة انا يعني في منتهى السعادة ان انا يعني موجود النهاردة مع يعني اخي الفريق كامل الوزير وزير النقل في محطة تحيا مصر، ان احنا بنتفقد اللمسات الاخيرة لهذا المشروع العملاق تمهيدا ان شاء الله ان يعني يتم افتتاحه في ايام قليلة مقبلة باذن الله. المشروع ده يمكن انا اتذكر لما كنا مع بعض انا ومعالي الوزير، ويمكن كان بعضكم كان موجود معانا، ما كانش فيه اصلا منطقة دي خالص، وكانت كلها منطقة يعني انا اسف كان فيها مخلفات ومنطقة يعني غير لائقة على الاطلاق. الحمد لله النهاردة المحطة ما منفذة على اعلى مستوى في العالم من حيث الادارة التكنولوجية التامة بدون وجود تدخل بشري، بحيث يبقى فعلا نقلة نوعية لمصر في هذا المجال. ايضا ميناء الدخيلة تفقدنا الحقيقة رصيف 100، واللي ان شاء الله برضو مع اكتماله هيبقى من اكبر واهم الارصفة على مستوى حوض البحر المتوسط. احنا بنتكلم هنا ان شاء الله السفن العملاقة الضخمة اللي بتتحرك على مستوى العالم هتبقى يعني قادرة انها تبقى متواجدة هنا في ميناء اسكندرية وفي ميناء الدخيلة ايضا، وبنتكلم فعلا ان هتبقى هنا تفعيل موضوع تجارة الترانزيت، وهيبقى بافضل صور الممكنة موجودة في مصر، وده شيء مهم جدا لان هذه التجارة على مستوى العالم يعني هتبقى يعني هي دي المستقبل. واحنا يمكن كل المجلس الاعلى للاستثمار ناقش ان احنا نبدأ نعمل حوافز استثنائية لموضوع تجارة الترانزيت. الموضوع هنا ودي شيء مهم جدا ان احنا بنربط المواني بتاعتنا مع المواني الجافة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين داخل الجمهورية، ودي من خلال شبكة القطارات. يعني جزء من المشروع هدف القطار السريع او قطاع فائق السرعة اللي بيربط من السخنة لغاية العالمين ومطروح مرورا باسكندرية، انه هيبقى فعلا ده بيحقق الهدف اللي قلناه ان ده هيبقى ممر لوجيستي كبير جدا ما بين بيربط البحرين الاحمر والمتوسط. هيبقى نقطة من النقط اللي بيتوقف عندها هو هنا، ان يبقى قادر كل الحاويات اللي موجودة عايزين ننقلها سواء لداخل مصر او حتى تروح لمنطقة السخنة، هيبقى ممكن من خلال النقل اللي بالسكة الحديد من خلال الاطارات السريعة. الحقيقة يعني انا بنتهز الفرصة طبعا ان انا يعني اوجه الشكر لزملائي طبعا في وزارة النقل وسيادة الوزير وسيادة المحافظ على حجم العمل اللي احنا كلنا شفناه النهاردة، واللي بحق كله ده بيتعمل حقيقة نحو بناء جمهورية جديدة لمصر. بجد احنا النهاردة اللي شايفينه النهاردة يعني انا بقولها بمنتهى الامانة، حجم العمل اللي موجود واللي بنفخر ان هو اتعمل في 3-4 سنوات ده بالمقاييس طبيعية ممكن كان يستغرق بدون مبالغة من 10-15 سنة، لكن جهدنا كله علشان نعوض الحقيقة فترة يعني كانت يعني مصر ما انطلقتش فيها في هذه النوعية من المشروعات، اللي فعلا كل هذه المشروعات النهاردة بنتكلم على فرص عمل، بنتكلم على تجارة بينية، تعظيم لقدرات مصر انها تبقى مركز حقيقة اقليمي وعالمي على مستوى العالم في هذه النوعية من التجارة الكبيرة جدا. زي ما حضراتكم شايفين حجم صادرات بنقدر ان احنا نصدر بكميات اكبر في هذا من هذه النوعية من المواني، وايضا طبعا وده جزء من الاجزاء المهمة جدا ان يبقى عندنا هنا اكبر الشركات العالمية موجودة معانا وهي اللي بتدير وبتشغل كل هذه النوعية من البنية الاساسية الضخمة اللي احنا بنعملها.
لان الموضوع مش تحدي فقط ان احنا نعمل البنية الاساسية، ولكن نضمن انها تفضل شغالة ومصانة على اعلى مستوى وتبقى للمواصفات العالمية. وهو عشان كده اهمية وجود شركات عالمية بتشتغل معانا، انها بتبقى موجودة بتضمن لنا التشغيل الكفء والكامل لهذه المحطات، والاهم بنتعلم وبنكتسب خبرات منهم. وده اعتقد هو ده التوجه اللي جميعنا النهاردة الحمد لله بنتحرك فيه، وان شاء الله يا رب تبقى الفترة القادمة ايضا المزيد من الارصفة والمواني المصرية انها كلها تبقى بهذا الشكل. انا بشكر حضراتكم جميعا، متشكرين.